اللي بيستعد بكل قوه، اللاعبين جاهزين بشكل كبير، بعض الاصابات عادت ابرزهم بدر بنون وهنطمن بشكل اكبر من زمايلنا بعد قليل. لكن انا عايز اطمن حضراتكم كمان ان النهارده كان في مسحه، دي طبعا في البدايه لقطات من مران الاهلي اليوم، لقطات مهمه جدا وبدايه النادي الاهلي الاستعداد لمباراه بيراميدز. احنا عارفين الاهلي كان راحه 48 ساعه بعد انتهاء من مباراه المقاولين يوم الخميس اللي فات، فخدنا الجمعه والسبت كانوا راحه بالنسبه للاعبين، والنهارده وبكره بس استعدادات النادي الاهلي لمباراه بيراميدز اللي هتكون بعد بكره. الفريق عمل مسحه طبيه النهارده البي سي ار عشان ده طبقا للبروتوكول الطبي الموضوع من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، وان شاء الله النتيجه بتاعت المسحه تطلع بالليل او بكره باذن الله قبل المباراه اللي هتكون بعد بكره. فبالتالي خليني اطمن بشكل اكبر على كل ما يتعلق بالفريق واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراة بيراميدز من خلال زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي المتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، واللي بكل تأكيد تابع مران اليوم ويتابع المران حتى الآن لأن المران لسه ما انتهاش. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه وكل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يعني بدات الاستعدادات الخاصه لمباراه بيراميدز والنادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاثاء يا رب ان شاء الله باذن الله، مع التركيز الكبير واصرار لعيبه النادي الاهلي. وممكن المباراه الاخيره كان ليها دفعه كبيره جدا امير فعلا، يعني روح الفانيله الحمراء ما بتكون متواجده والتركيز ما بيكون متواجد النادي الاهلي بيكون في حته ثاني مهما كان المنافس ومهما كان الخصم اللي بيقابل النادي الاهلي. بالجديه والاصرار وشخصيه البطل النادي الاهلي بيقدر ان هو يحقق كل النقاط وكل المباريات القادمه. استعدادات مكثفه لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي بدا النهارده امير محاضره فنيه 40 دقيقه بدات طبعا النهارده المحاضره الفنيه بالتاكيد على اهميه هذه المباراه. الراجل يمكن بيتكلم نظري وبيطبق عملي في التدريب، النظري كله طبعا بعض الاخطاء كانت موجوده، بعض التمركزات كانت خاطئه بشكل كبير جدا، الراجل اكد على هذا الامر. يمكن التكتلات الدفاعيه لابد ان احنا يكون معانا ليها حلول، وده الراجل كمان اتكلم عليه في المحاضره الفنيه. كمان تقارب الخطوط في امور عديده جدا، اكيد يمكن زي ما بنقول كل مره عندنا محللين اداء مميزين جدا سواء موسيما تلابا ويوشا ايضا كمان الوافد الجديد من جنوب افريقيا بيقوموا بدور كبير جدا مع بيتسو موسيماني في تحضير الفريق وايضا كمان عرض كل الثغرات ونقاط القوه والضعف لفريق بيراميدز. مباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه. عاد بقى لنا امير عدد من اللاعبين بنطمن عليهم النهارده وبنشوفهم النهارده في التدريبات سواء بدر بنون واكرم توفيق كمان النهارده بيأدوا التدريبات بكل جديه وبكل قوه. تدريب النهارده بدا جزء بدني خفيف لكن الجزء كله النهارده اللي شغال حتى هذه اللحظه جزء تكتيك وتقسيمه في منتصف الملعب. بيتسو موسيماني بيحاول ان هو يشرح الجمل التكتيكيه اللي هتطبق في مباراه بيراميدز. ايضا كمان بعض اللعيبه هنشوف ليها مهام مختلفه، كل الامور دي راجل شغال عليها الحقيقه في التدريب وفي حماس كبير وفي جديه كبيره جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. يعني كان عندنا غيابات زي ما بنقول رجع لنا وليد سليمان طبعا مستمر في التاهيل بتاعه، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله يعود من جديد مع فريق النادي الاهلي. انا بس يا كريم عايز اكد على اتفضل عايز اكد على بدر بنون واكرم توفيق من خلال متابعتك، هل هم لائقين وجاهزين للمباراه بنسبه 100% سواء من الجانب الطبي او الجانب الفني؟ بالتاكيد يا امير، يعني انا باكد على كلامك، جاهزيه فنيه وبدنيه كبيره جدا النهارده في التدريبات، بيشاركوا في التدريب بالكامل. يعني النهارده بداوا بدني وفي التقسيمه كمان دورهم كبير جدا. وكمان انت عارف يعني يمكن لو اتكلم على اكرم تحديدا عنده روح كبيره جدا وعارف طبعا يعني قيمه النادي الاهلي مهما يبعد عن التدريبات، لكن عنده الاصرار وعنده الجديه. وايضا كمان بدر بنون واحد من اللاعبين المميزين جدا طبعا خلال الفتره اللي فاتت، ولسه كمان جمهور النادي الاهلي حط عليه امل كبير جدا ان هو يتالق اكتر من كده. كمان لعيب هادي ولعيب راسي تاقلم بشكل كبير جدا مع كل اللاعبين. عندنا توافد كبير جدا ودي الميزه والحاجه الرائعه جدا ان احنا عندنا اكتر من لاعب في كل مركز، ودي يمكن بتحير المدير الفني شويه لكن كلها فايده لعيبه النادي الاهلي وكلها فايده لمصلحه النادي الاهلي. ده اللي بنتمناه وده اللي بنتمناه ان شاء الله الفتره الجايه يكون كل اللاعبين على قدر المسؤوليه. كمان المسحه النهارده يا رب ان شاء الله يا امير ما يبقاش فيها اي نتائج تعوق فريق النادي الاهلي، لكن الامور الحمد لله ماشيه بشكل مطمئن وطيب جدا للفريق. النهارده يمكن خلاص اقدر اقول لك لحظات بسيطه وينتهي التدريب الخاص بفريق النادي الاهلي. بكره يكون التدريب الاخير ايضا كمان في تمام الساعه 3 عصرا ومنها الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه بيراميدز اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى تكاتف ومسانده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي فيها، وان شاء الله باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه تساعدنا بقى بشكل كبير، لان عندنا مرحله مهمه وهي مرحله طبعا كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله باذن الله نفنش الدوري بشكل كبير وشكل مميز جدا يطمئن كل جماهير النادي الاهلي وينقصنا بقى التوفيق ان شاء الله في كاس العالم للانديه اللي بنتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي كالعاده تظهر بشكل مشرف جدا. وايضا كمان بقى التوفيق بتاع ربنا ده يا رب ان شاء الله يكون معانا، عندنا طموح وعندنا امل يا رب ناخد كاس العالم مش بعيد على النادي الاهلي، لكن بالجديه وبالاصرار ان شاء الله باذن الله يا امير
كل الامور تكون معانا وتكون في صالحنا ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم. انا بس عايز اسالك سؤال فيما يتعلق ببعض اللقطات اللي انا كنت شفتها قبل الحلقه بخصوص تواجد احد اجهزه الاستشفاء الجديده اللي كانت موجوده في مقر الفريق النهارده بالتتش، وهل الاجهزه دي هتكون مع الفريق كمان في كاس العالم؟ عايز تفاصيل اكتر في الجزئيه دي تحديدا يا كريم، انت كنت متواجد وعارف كل تفصيله صغيره. يمكن نقطة مهمة جدا، ويمكن دي تخلينا نروح لمجلس الإدارة وتوفيره المناخ الطيب وكل العوامل اللي تساعد النادي الأهلي على النجاح. يمكن أنت عارف من فترة كبيرة أمير كان في جهاز ريكفري موجود، ويمكن جهاز عالمي ولعيبة النادي الأهلي أشادت بيه والكل يمكن أشاد بهذا الجهاز، لكن الجهاز الجديد ده يمكن الحقيقة مميز جدا. يعني يمكن جهاز تقدر تاخده وتسافر بيه، تقدر تروح بيه ماتشات، تقدر لما الماتش ينتهي تعمل ريكفري بيه، لو في أي كرامب عندك بسيط أو حاجة نص ساعة تقدر إن العضلة ترجع تاني لمكانها الطبيعي وتقدر حالتها الطبيعية. ده أمر مهم جدا. يمكن شفنا جهازين طبعا كان بناء على طبعا طلب الطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي يمكن اتكلمت معاه طبعا قبل الهوا، واكد قال الجهازين مميزين جدا، بيستعملهم ميسي، بيستعملهم رونالدو، بيستعملهم لاعبين كبار ومتواجدين معاهم في البيوت. لكن توفيره للنادي الاهلي بقيمته الكبيره، وهيكون كمان متواجد في كاس العالم، لان انت عارف طبعا يعني مع الفقاعه ومع الامر اللي هناك ده لابد ان انت تكون جاهز من كل شيء. لعيبه النادي الاهلي يكون عليها ريكفري مميز جدا، يعني كل الامور دي بتساعد النادي الاهلي في التاهيل وفي استعاده طبعا العضله والريكفري بشكل كبير جدا. لكن جهازين مميزين جدا، يعني اقدر اقول لك جهازين كل اربع ممكن يبقى على جهاز، فيمكن الجهازين دول مبدئيا، لكن لسه كمان في عدد كبير من الاجهزه قادم للنادي الاهلي لانها هتساعد بشكل كبير. ده دور كبير ودور مهم جدا سواء لبيتسو موسيماني او طبيب النادي الاهلي، وايضا كمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي كان متواجد النهارده بيتابع تدريب فريق النادي الاهلي. احاديث طبعا مع بيتسو موسيماني، وكان حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كلها طبعا عن اهميه مباراه بيراميدز وتحضير كمان للسفر لفريق النادي الاهلي اللي خلاص تم تحديد السفر ان شاء الله يوم 29، وهيكون يوم 27 يا امير هي المسحه الطبيه بقى الخاصه بيها السفر باذن الله ان شاء الله. يا رب نطمن الاول بس على المسحه الطبيه الخاصه بمباراه بيراميدز ولا كل حدث حديث بقى ان شاء الله في كاس العالم ليها الانديه باذن الله. لكن الجهاز ده هيتم اصطحابه مع الفريق الى قطر، او الجهازين دول بالتاكيد يا امير. الجهازين هيكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي في كاس العالم الانديه ان شاء الله، يساعدوهم بشكل كبير جدا. جهازين مميزين، وبقول لك كمان لما يبقى في نجوم عالميه بتستقبل هذا الجهاز والطلب يكون كمان من النادي الاهلي وجهازه الطبي، فامر مهم جدا طبعا، وامر يساعد لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه سواء في بطوله الدوري هيكون كمان متواجد معاهم في البطوله الافريقيه، لكن بدايته ان شاء الله باذن الله هتكون في كاس العالم للانديه بقطر باذن الله. طب كريم، قلت لي ان الكابتن محمود الخطيب النهارده حضر المران، هل كان في اي جلسات ما بينه ما بين الجهاز الفني او اللاعبين او اجتماع او كلمات حاب يوجهها للاعبين قبل المباراه المقبله، ولا الامور كانت ماشيه ازاي؟ لا يعني اقدر اقول لك الاجتماع كان مع امير توفيق والكابتن سيد عبد الحفيظ في البدايه، طبعا كلها كانت امور خاصه بالترتيب للسفر خلال الايام القادمه، وايضا كمان بقى كان اجتماع مصغر مع بيتسو موسيماني، احاديث طبعا كالعاده من الكابتن محمود الخطيب على اهميه المرحله القادمه وايضا كمان مباراه بيراميدز. لكن واضح امير التركيز كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي ومن بيتسو موسيماني بالتحديد، الراجل يمكن على طول بيتكلم على اهميه المرحله، لكن انت عارف ظروف المباراه، مباراه بيراميدز بالتحديد محتاجه جهد كبير جدا، محتاجه ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مركزه باقصى درجات التركيز في هذه المباراه. جمهور النادي الاهلي كل مره بناكد على مساندته الكبيره، يا رب ان شاء الله كل التوفيق لكل النادي الاهلي في مباراته القادمه امام بيراميدز يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله باذن الله. كريم، انا بشكرك في الحقيقه شكرا جزيلا على هذا المجهود الوافر وهذه المداخله الهامه جدا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي المميز واللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، واتكلم معانا عن كل التفاصيل اللي بتتعلق ببدايه استعدادات النادي الاهلي للمباراه بعد غد، مباراه بيراميدز، هذه المباراه الهامه.